قصة نجاح بيكتبها البيج رامي. اللي ما تعرفوش عن البيج رامي أو ممدوح السباعي الصياد واللي طول عمره فخور بشغله وشغل أهله. بشتغل في الصيد مهنة أهلي وبعدين صيار. طبعا ما كانش سهل أبدا إنه يسيب بلده ويسافر الكويت ويسكن مع 15 واحد في غرفة واحدة، 300 واحد بيستخدموا حمام واحد، والأكل كان بيتقسم على الكل. ظروف صعبة ومواقف أصعب شكلت نجاح وبطولة البيج رامي. وبعد سفره للكويت قدم في نادي بلاتينيوم ونادي أكسجين عشان يشتغل كمدرب، وبعد يأسه إنه يشتغل في النادي الأكثر طموحا أخذ قرار بالرجوع لمصر. وفي آخر لحظة يكلموا نادي أكسجين، لحظات انكسار كبيرة. كان الدافع إنه يشتغل أكتر وأكتر على نفسه. ومع كل ألم كان بيحس بيه جوه التمرين كان بيتحول الألم لأمل أكبر. لحد ما رجع وأخيرا المركز الأول. لأكبر بطولة في تاريخ لعبة كمال الأجسام. قصة نجاح كبيرة مليانة بالتضحيات والطموح. التواجد بأعظم بطولة في العالم لكمال الأجسام. بيج رامي. الطموح هو اللي بيكبر. واسمك هيفضل دايما علامة على النجاح ودليل على اللي قدروا يحولوا الألم لأمل ونصر. هتيجي ها؟ بسم الله يلا. بعد ما فكر بسم الله امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في اسماء كان خوفك منه ملوش لازمه وقاديك عالصعب يكبر واللي زمان ضحكوا عليه كسوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم. عجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.